السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم. معك الكوتش فلوكس. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتحركوا، غنديروا الطريق ديال تيفلت، تيفلت دايتروميا خميسات، انا نرجعوا لتيفلت. اللي كنت اول مره كتشاهد هذا الفيديو، ما تنساش تشارك عندنا في القناه وتشغل الجرس باش يكون جديد، وشكرا لكم. بقى معنا
Thank you.
السلام عليكم. كما تشوفوا الاخوه اليوم الاحد وصلنا لديت رومي كما كتشوفوا. هو فيديو جديد اش ما يتسماش يعني الفيديو متكرر، الفيديو راه ما متكررش. وانا اسف كاميرا كما كتشوفوا الاخوه هنا الكاميرا خويا ليها الشارج، ها هي الكاميرا خويا ليها الشارج، دا عندي باتري خرج سكر والو حتى هو ما شتش ليا شارج. انا اسف يعني غنصوركم دابا بالتليفون واسمحوا لي. تحيه للجميع. شرف دي زيد تدوز ليا شي بزاف اخو، راه الصديق ديالي هاو. مرحبا، هذا هو الصديق ديالي. تحياتي تحياتي. هذا هو لادو بيكالا زوينه اللي تصورت بها، قال لي اليوم خرجوا ضرب دوار قلت له ما فيها باس. مرحبا، هو سيدي حنا في دايت رومي. يلا تحيه للجميع. كما وعدتكم الاخوان جينا لدايت رومي، قلت لكم غادي نمشيو ندير تيفلت دايت رومي يعني طريق دايت رومي خميسات ونرجعوا لتيفلت. الاخوان انا اسف خوات لي الكاميرا من الشارج، عندي دي باتري ما شدوش لي الشارج. غادي نكمل لكم بالتليفون وانا اسف بزاف، وتنتمنى ان شاء الله تليفوني يصورنا مزيان. هذا هو الصديق ديال شرف الدين، يلا انا وياه تيقول لي يلا نمشيو. يلا كما كتشوف حنا قريب الخميسات، هاهي خميسات سي سليمان اي تيكو بوق شمير. الاخوان كما كتشوفوا حنا هادي الدخله ديال الخميسات، وانتم جايين من دايت رومي كما كتشوفوا هاهي هادي الدخله. صراحة الطريق الطريق خايبه بزاف يا العقابي، والله الا قهرتني ما نكذبش عليكم، العقابي بزاف وهاد شحال ما جريت، يلاه جريت النهار الثاني. كما كتشوفوا الاخوان هادي الدخله ديال الخميسات كما قلت لكم، لان كاين الدرك الملكي في الطريق ما بغاش نصور داكشي حبست التصوير، ولكن كما كتشوفوا الاخوان هادي الدخله ديال الخميسات. المسجد هناك كما
لي بوز ديال البوليس غادي نحوس عاوتاني. كنت غضرب لي واحد الطيحه والله العظيم كنت غضرب لي واحد الطيحه فيها وتحرك وانا طالق يديا وغادي وتا هي جايه الصبح وانا قصي لي بيد والله تقصي لي بالله لا راه قصي لي بيد وراك تعطيح انت وطيحني معاك هضر لك يدو ولا لا سير 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 حاليا الاخوه دابا حاليا في مدينه خميسات يعني وصلنا لمدينه خميسات قريب المحطه ديال خميسات وكما كتشوفوا راه الشاطو في نهايه ديال الطريق الشاطو الكبير ديال خميسات ديال زنقه الشومه غنوصلو لوسط المدينة الداخل غنمشي جيت الخصة ولا جيت العود وغادي نتسارح وراني عييت ناخد شوية الراحة صراحة عييت والله إلا عييت يعني دوزيام فوا هادي لي كندير فيها السبور عييت شوية الطاكسيات ديال المحطة ديال الكيران ديال المحطة ديال الكيران والطاكسيات ديال الخمسات علاش على عندنا الحمار غادي نقسم السرعة صافي سير سير شرف سير الطريق خاوية غندوز
هنا الاخوان نتوما جايين من ديترومي، كدير اليمين، كدير اليمين ديالك ديك المكناس، كدير اليسر كديك التيفلت، كتمشي ليشان كديك الايتيه ديال سيدي سليمان بالقصير يعني مكناس وداكشي، يعني حتى هي كترد المكناس فاس. مول يعقوب الصغير وقيلا مول يعقوب الكبير، وهادشي اللي كاين الاخوان. صراحه نتمنى هاد الفيديو يعجبكم بزاف، لان الكاميرا صراحه دارتها بيا خوالي الباتري من الشارج الاول والثاني، والبارح كانت تقطع عندنا الضو داكشي باش ما تشارجاش مزيان، انا اسف من جديد. شرف الدين نديرو اليمن، نديرو اليمن باش نتسارحو، غنشوفو شي بلاصه نتسارحو فيها. عييت راك عارف يعني اج مرات هادي دابا المره الثانيه، وضربنا اليوم تقريبا واقيلا الله اعلم الله اعلم تكون شي 52 54 56 هكا يعني الاجمالي، ماشي دابا في هاد اللحظه اللي كندير فيها الفيديو حتى شي فتره تكون. لا لا ممكن 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 بلاتي. شوف عندك اسيدي تقول حنا نديرو 17 كيلومتر على 22، عندك 17 على 20 37 على هذيك 39، 39 على 25، 30 هي 40، 42 42 52 62 كيلومتر المجموع، 62 كيلومتر يعني في دوزيام فوا، لأنك مريض راه ما ساهلاش وكاين العقابي بزاف، وهادشي اللي كاين. يعني دابا غنديرو اليمين ديالنا هنا في كاين العود، هنا في كاين العود وكاين المهم ديال هادي البلاصة باش معروفة هنايا بخويسات هاد الطريق مكناس. غادي ندوز نشوفو شي بلاصة نتسارحو فيها، هما فطرنا الشام مزيان وحشاكم، رديت في الطريق شربت رايبي، هادشي اللي كاين. كما كتشوفوا هنا العود، سامة كما كتشوفوا انا تلاقيت مع الاخ محمد اليود خميسات، انا جيت عنده داك داك الايام قبل كورونا وانا جيت عنده دابا. يلا تحيه لكم، تحيه للجميع، تحيه للجميع.